للحديث حول هذا أبرز الأحداث لهذا اليوم حول اختطاف الطائرة ووصولها إلى الدولة المالطية، معنا عبر الهاتف السيد حامد الخيالي عميد بلدية سبها. أولا سيد حامد، نحمد الله على سلامة ركاب الطائرة، ولو تحدثنا سيد الخيالي عن دور بلدية سبها عند تلقيها هذا الخبر، أو هل تواصل معكم أي جهاز رسمي كون الحادثة تقع داخل حدود صلاحية بلديتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا عندما سمعنا بهذا العمل الجبان اختطاف الطائرة مباشرة توجهنا إلى مطار تيمن هند، وقمنا بمتابعة الطائرة وحتى هبوطها في مطار مالطا غليتا مع مدير مطار تيمن هند وعضو المجلس البلدي البوانيس والأجهزة الأمنية بالمطار ومدير وموظفي والعاملين بشركة الخطوط الأفريقية، كانوا جميعا متواجدين في المطار. وتم احنا كنا نتابع فيها مباشرة مع طرابلس ومع جميع الجهات اللي كانت مسؤولة عن حاجات عن اختطاف الطائرة، حتى تم الإفراج عن الأخوة الركاب في بادي الأمر، وبعدها تم الإفراج عن الطاقم. وهذا ما كنا نتمناه، احنا كنا خايفين على الطاقم، والحمد لله رب العالمين تم الإفراج عنهم وتم القبض على المجموعة التي قامت بهذا العمل. إلا أننا ناقشنا هذا الموضوع مع مطار تيمن هند، المسؤولين الأمنيين أثبتوا إن لا يمكن أن يكون هناك سلاح أو حاجة أو أي آلة نارية تم المرور بمرت من المطار إلى الطائرة. وهذا ما نشك فيه، احنا تو نستنى في الحكومة المالطية تثبت لنا هل هناك أي أسلحة نارية أو أي شيء يثبت أن هناك آلة أي شيء، نبي نعرف التحقيق من الحكومة المالطية، وبعدها سنقرر احنا شنو يكون من أجهزة أمنية وكيف يكون تأمين مطار تيمن هند بأفضل الطرق. إن شاء الله سيكون تأمين المرة الجاية بأفضل من ما هو الآن عليه. طيب سيد الخيالي، ما هي ردود الأفعال الشعبية في مدينة سبها بعد انتشار مثل هذه الأخبار لديكم؟ والله انت عارف كل الشعب الليبي يبين هذا العمل، ونعتبره إرهابي خطير يسيء لسمعة الجنوب وأهالي الجنوب والليبيين جميعا، لأن هذا العمل هذا ما كانش احنا نتوقعه، ولا يمكن أن يتوقع من أهلنا في الجنوب أن يقوم بعض الشباب في هذا الأعمار بعمل زي العمل هذا، ما ولا شخص يتوقع. احنا استغربنا أن يكون من مواطنين ليبيين شباب ليبيين يعني من 30 سنة يقوم بعمل كهذا العمل، هذا شيء خطير جدا ولا يمكن يقبل أي شخص ليبي. كسؤال أخير سيد حامد، ما مدى تقييمك للأجهزة الأمنية داخل بلدية سبها سواء كانت في مطار تيمن هند أو غيره من المصالح الحكومية والخاصة في البلدية لديكم؟ والله نحن نعرف مطار تيمن هند والأجهزة الأمنية متاحتها نشهد بالله أن أجهزة حقيقة يعني تقوم بدورها، وكانت السعر حقيقة كانوا الناس طيبة وما فيش هذيك المشاكل، ما كانش في مشاكل، ويعرفوا أن أهالي جنوب أهالي الناس طيبين، وكانت الأجهزة حقيقة موجودة وجميع الأجهزة موجودة وكانت تقوم بواجبها، إلا أن هالخرق هذا ما نش عارف كيف حدث. والآن احنا في تحقيق كبير إن شاء الله سيحدث في تيمن هند، ونعرف كيف صار الموضوع هذا إن شاء الله، وستأتي فرقة من طرابلس غدا أو بعد غدا للقيام بهذه العملية، وإن شاء الله سيثبت من هو هل من الأجهزة الأمنية أو هناك شيء آخر، سيثبت إن شاء الله في خلال الأيام القادمة بإذن الله. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات سيد حامد الخيالي عميد بلدية سبها، شكرا لك.